إذن مشاهدي قناة شوف تيفي سعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملة، تحية طيبة عطرة أزف بها لكل السادة والسيدات المشاهدين الكرام فينما كنتم كتابعونا بطبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. تحية أخوكم عثمان غزاوي دائما من إقليم مدينة بني ملة، الدار بغات تطيح مهددة بالانهيار في أي لحظة بحي المقاومة كيف ما كتشوفوا أن تقريبا على وشك الانهيار، يعني بسبب يعني الكهف اللي كاين تحت منها، الشيء اللي كيخليها انها تشرب، والجدران يعني متآكلة، يعني لولا الألطاف الإلهية لكانت ستقع الكارثة، خصوصا ان كانوا ولدت صغار يعني تحت السقف ديال هذا المنزل هذا، ولكن الحمد لله بدون تسجيل اي اضرار جسدية. غادي نشوفه مع صاحبة المنزل باش تقول لنا شنو وقع بالضبط. تفضلي لالا. تلاقي هنا اللي عافاك لك التخير وقفي تما لالا هنا يا السلام عليكم. انا ما كنتش كنت عند خويا فايتي سليت ما كنتش، عيطوا عليا قالوا لي راه الدار راه هبطت. انا بالخلعه جايه تنجري. كنت تعيش في الدار قبل نجي لهنا؟ تنعيش فيها مغامره، تنعيش في بالارواح ديال هذوك الدراري ولاد بنتي تامه، انا اللي مربياهم وتنعيش معاهم. انا في الدار هذه تنعيش تحت الكيفان وصافي، ارواح ديالي روحي وروح هذوك الدراري كاع تحت الكيفان، ارواح ديالهم كلهم بحال حنا مدفونين 4 سنين هذه باش عاطينا افراغ. وتنمشي لعندهم تيقولوا لي بلاتي 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 بلاتي، مره يطلبوا لي الخبره مره يقولوا لي بلاتي 4 سنين هادي وانا مغامره في هاد الدار، ما عندي فين نمشي، ما عندي باش نكري، ما عندي انا ارمله، ما عندي فين نمشي، ما عندي باش نكري. فاش تنمشي لعندهم تيقولوا لي غتدخل ديري الخبره، انا ما عندي باش ندير الخبره 4 سنين هادي باش انا مغامره بهاد الدراري هادو. ما عندي ولاد بنتي قول جوج ربعه الدراري، قول ستة الدراري، الدرية اللي كبيرة عندها 11 عام. كنتو عايشين في خطر ديما؟ كلنا عايشين هنا ما تنعش. فاش مات هذيك المرحومة فات الزنقة نيت طاحت الدار عليها، حتى هي وقع عليها بحال هذا المشكل. ما الحي هذا فين طاحت؟ اي في هذا الحي في الزنقة اللي حدانا، هي لتحت وحنايا على الباب على الزرقاء من الفوق. فاش طاحت هي عليها الدار بحال هكا، طاحوا الديور اللي جنبها وبقاو بقى دارها واقفه، ما صلحوا ليها ما داروا لها حتى حاجه، بقى داك الحيط تصب عليه الشتا وتضرب فيه الشمس. فاش هبط هبط على المراه قتلها، ولدها عتقوه والمراه الله يرحمها، وتا حنا بحالنا بحالنا بحالها. يا بقينا مغامرين الروح ديالنا الا مكتاب لينا هاد باش غنموتوا في هاد المكان غادي نموتوا فيه، ما داروا معنا حتى حل. ومثلا فاش مات المرحومه هضرت وقلت لهم انتم تشوفوا الدار راه بغات تطيح، انتم تشوفوا راه الوليدات وما عندي فين نديهم، واش نخرجهم للزرقاء يتعرضوا للقتل ويتعرضوا لبزاف ديال المشاكل، القلب ثانويهم في الزرقاء راه ما يمكنش. تنقول اللهم نبقى في هاد الدار، نبقى مدرقهم هنا على الشتاء وعلى التشرد وعلى التكرفيس وعلى بزاف ديال المشاكل في الزرقاء. تنقول اللهم نعيش انا وياهم هنا ونسدوا علينا بابنا ونحيدوا من الخوف ولا نخرجهم للزرقاء. سمعنا تقولوا بان الدار مبني فوق الكهف، يعني مجموعه من الدور مبني فوق هاد الدار. هادي راه الكهف شدها كامل، وهاد البلاصه هادي راه الماء غادي نخويه في هذيك القنت وغتشوف الماء واش غادي يرجع، تيمشي وغتسمعيه كوك هابط في الكهف. وكيما هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه راه فايته هبط لينا الكهف من هنايا، وجات اللجنة وشافوا هي فين عطاوني افراغ، افراغ 4 سنين هادي وحنا تنعان 4 سنين وانا في هاد الدار باش عاطيني افراغ. ومستافدين الناس اللي من غير مورايا استافدوا في الزرقاء معايا ومن غير الزرقاء كاع مستافدين،
وعاطينهم فين يسكنوا وليداتهم وخارجين الناس عاتقينهم. انا ما بغاوش يعتقوا هاد الوليدات، ما عنديش فين نمشي، من هاد الليله غنبات في الزرقاء، ما عنديش فين غنمشي، ما عندي باش نكري. الا جد ليهم مع خبزه راه لاباس عليهم، والحجر ما كاين لا خدمه لا حتى حاجه. فين بغيت ندي هاد الولاد؟ فين بغيت نسكنهم؟ باش بغيت نكري ليهم؟ باش غاد نوكلهم؟ ما عنديش فين غاد نمشي، وما عندي فين غاد نوكلهم. من الليله غاد نبات في الزرقاء، وهاد الناس ما داروا معايا حتى حاجه. انت تتشوفها، ودابا هاد الكف هذا هبط وهبط مع هاد الحيط، وراه كامله غيران. وفاش تجي اللجنه تنقول لهم هاد شوفوا هاد الكف هو منين تحل، راه الكف عاوتاني محلول من ليه. ما تيدخلوش يشوفوا هاد البلاصه كاع، ما عمرهم شافوها. تيدخل يصور غير الحيط وتيخرج. البيت اللي فوق منا راه مشقوق، هبط الشقه مع الحيط، الا طاح غادي يهبط للزرقاء، غادي وغادي يهبط علينا نيت. وفاش تيطلعوا تيحدوا من السطح، ما تيدخلوش لذاك البيت، برا وحده اللي يدخلوا ليه. وفاش مات هاد المرحومه في الزرقاء تيدخلوا، ما عرفتش ست المرات دخلوا عندنا. الميكا دايرها للسقف على الغبره على التراب اللي تيطيح من السقف، قالوا لي غتحيدي ديك الميكا. فاش حيدتها هبط ديك الغبره قدامهم، التراب قدامهم، وكاك طاح قدامهم. صافي صوروا داك التراب اللي طاح، صوروا ديك الميكا، صافي خرجوا. راه ما طالعه في 3 شهور هادي، دابا ما داروا معنا حتى حل. تنمشي عندهم تيقولوا لي صافي غير سيري كوني هانيه، كوني هانيه، راه حنا غنجيو لعندك، راه حنا غادي نصفوا الدار باش غادي تخرجي وتستافدي وتخرجي دوك الوليدات من الخطر. وترجع دابا ما داروا معايا حتى حاجه، بقيت نتسنى فيهم كل نهار كل نهار كل نهار، ما داروا معايا حتى حاجه. هاد الناس ما عرفتهم شنو بغاو منا، واش بغاو هادوك الوليدات يموتوا في هاد الدار، ولا مشات تا الدار تا هبطت على هادوك الوليدات وماتوا بلا ما يجيو شي يهزوهم. صافي عا خليهم مدفونين تما هنايا في هاد الدار بلا ما يهزوهم. عايشه ما عايشه في الرعد يوميا، ما تنعش، التراب هابط مع السقف. انت تتشوف السقف الحيط كامل تيتحدد بحال كيما السقف ها كيما هكا كاع هكا داير هاد السقف بحالو. هذا اللي طاح دابا راه انت تتشوف راه غير هبط الكاف وهو يبدا تيتحدد. ها التراب ديالو، شتي التراب ديالو كيداير هانت، هابط التراب ديالو كامل تيتسرسر هانت، راه هكا كاع دايره هاد الدار. وما داروا معايا حتى حل، ما عرفتش هاد الناس علاش تيوخروا فيا انا. كل عام يوخروني كل شهر، مستافدين. فاش مات المرحومه راه استافدوا الناس في الزرقاء ديالنا، مستافدين مستافدين. ثلاثة السكوان في الزرقاء لتحت، والدار ديال المرحومة اللي ماتت الله يرحمها، كله هاد المقاومة كلها تتعيش بحال هكا. ولكن أنايا الوحيدة اللي مؤخرة في هادو اللي مستافدين، في الناس اللي مستافدين. لا تنطلبوا منهم، إلا كان سيدنا عاطينا الاستفادة وعاطي الدراوش معاونهم يعاونونا حتى حنايا، علاش حنا ما يعاونونا؟ بحالنا بحال 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 المحسنين، بحالنا بحال الناس اللي ما عندهمش. علاش حنا يوخرونا؟ علاش العام اللي جاي تيوخروا فيا؟ انا الضو ما لقيتش باش نخلصو، 70000 ريال تاع الضو ملي بدا الحجر الاول، ما لقيتش باش نخلص الضو. قطعوا علينا دابا الضو، حنا عاد نعيشوا عا في الظلمه. هاد الوليدات تنشعل ليهم على الشمع، عاونا شعلت الشمعه في الطبله، كون ما كانتش الدريه دخلت هذيك الشمعه غتاكل دوك الوليدات. ما عاد الجماعه ما حاولتش معكم شي حوار ولا شي حاجه؟ ما داروا معنا حتى حل والو، ما داروا معنا حتى حل. مشينا عند القايد، مشيت للبلديه، مشيت فين ما مشيت تيقولوا لي سيري صافي عاكوني هانيه عاكوني هانيه. وانا تنجي فاش تنشد مع الناس مستافدين مورايا، وانا ما داروا معايا والو. ترجع عندهم تيقولوا لي نفس الهضره نيت، صافي عاكوني هانيه. راه الدار بغا طيح، راه الدار التراب تيطيح تحدت منها الكف. لا ما غاديش ندخل دابا، غادي نخرج نهز فراشي وغادي نخرج الدراري وغنعس معاهم في الزنقه. انا غادي نخرج دابا الفراش وغنعس معاهم في الزنقه، ما يمكنش غادي ندخل ليها. فين غادي ندخل؟ راه التراب يوميا تيطيح. انا فاش تيهبط الكاف دابا، فاش تتحرك الدار تيبغي الكاف يهبط، تيولي التابوت تتعلم، تيولي التراب هابط منها. تسمع كواك التراب، انا فاش نسمع التراب تيهبط تنقول صافي غطيح، ولكن ما عنديش فين غنمشي. حنا دارين ايماننا في الله، ما عندي فين غنمشي، ما داروا معنا حتى حل. انا تنطلب من الله ومن المحسنين ومن من مجلس البلدي ومن الناس اللي مسؤولين يديروا معنا شي حل. هما تيشوفوا في حالتنا، وهاد الوليدات كون ماتوا اليوم
راه ما انا ما عندي ما ندير لهم، كون انا مت انا وياهم ولا هما بلا ما يجيو. الا كتب لهم ارواح ديالهم لا الدراري هنايا في الدار بلا ما يجيو كاع، صافي ما عندنا ما يديروا بهم، راه غادي يوليو مدفونين. احنا تنحسبوا راسنا دابا مدفونين حيين، ما داروا معنا حتى حاجه. علاش علاش احنا علاش تيوخروا فينا؟ بينا نعرف انا غير علاش تيوخروا فيا الورقه ديال الافراغ راه عندي، علاش تيوخروا فيا؟ انا فاش مات المرحومه هضرت مع الباشا وخرج لي ديك الورقه ديال الافراغ، قال لي هاد الورقه تنعطيوها للناس باش يخويو اللي عندهم الخطر في الدار باش يخويو، ولا ما خويوش يتحملوا المسؤوليه ديالهم. وملي غنتحمل المسؤوليه ديالي انا غنبقى فيها هنا تنموت، ما عنديش فين غنمشي الا ما عندناش حنا الحق بحالنا بحال الناس اللي استافدوا. غنبقى هنا تنموت انا وهاد الدراري هادو. وانت تتشوف دابا الكفاءة وتتشوفي قدامك. دنا مشاهدي قناة شوف تي في كيف ما كتشوفوا ان الدار يعني مهددة بالانهيار في اي لحظة. الحقيقة للتذكير ان حي المقاومة عرف مجموعة من الاحداث سلفا يعني في الاشهر الماضية، خصوصا الحدث الاليم الانهيار ديال واحد المنزل واللي مع الاسف الشديد توفت فيه سيده. هاد الكارثه ما بغيناش تعاود تكرر، هاد السيناريو الاليم وهاد السيناريو الحزين ما بغيناش يعاود يتعاود ونشوفوه من جديد. نتمنوا ان يتم ايجاد حلول ناجعه لهاد الناس هادو ويرفعوا الضرر عليهم من طبيعه الحال. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كان معكم اخوكم عثمان اغزاف دائما من مدينه بني ملا، نلقاكم ان شاء الله في بث اخر والى اللقاء. قلبه غادي نخوي قدامك تشوف الحد ديالها. حنا دابا عايشين بكايا لا هبط فينا مشينا. ها انت دابا تشوف الكاف هو هذا، لا يقولوش غير تما كاين، ها هو الكاف فين كاين. هاد شوف الما واش غادي يرجع. ها انت ما كاينش الما كيمشي. ها انت سمعتي؟ ها انت تتشوف باش ما يقولوش غير الكاف كاين عا تما، راه شاد الدار كامله، الدار غاد تهبط كامله، ولا هبطت راه ما غاديش يلقاونا كاع، ما غاديش يسيبو الدار، غادي الأرض الدار غادي تمشي في الكاف ما غاديش تحل. ها انت رجع شيما شتي الما فين غادي؟ الله يصوب. راه شاد دابا تما وشاد هنا.